يقول نريد أن تبينوا لنا آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ما يفعله بعض الناس في المسجد النبوي من استقبال القبلة واستدبار القبر ورفع اليدين بالدعاء عمل جائز، وهل صحيح أن الدعاء مستجاب في ذلك المكان؟ زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبة في أي وقت للصلاة فيه، الصلاة فيه الواحدة عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا وصلت إلى المسجد النبوي تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم تصلي. إن كان وقت فريضة تصلي الفريضة، وإن كان ما هو وقت فريضة تصلي ركعتين أو ما تيسر لك من النوافل. وإذا صليت في الروضة وهي ما بين المنبر وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وإلا تصلي في أي مكان من المسجد النبوي تحصل على الأجر إن شاء الله. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت قادما من سفر، ما هو كل ما دخلت المسجد النبوي تروح تسلم، لا، أول مرة إذا كنت قادما من سفر تذهب وتستقبل القبر في مكان معين محدد تستقبله، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تتأخر يسيرا جهة الشرق تقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق رحمة الله وبركاته، ثم تتأخر قليلا جهة الشرق تقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب رحمة الله وبركاته، انتهى السلام. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تنصرف وتقف في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستقبل القبلة وتدعو الله بما شئت في المسجد، ما هو عند القبر، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستقبل القبلة. نعم.